راحت فين دماغك يا بشاير؟ طب ما انت اخدته قبلي في اليوم اللي كنت فيه تمام، ولا انت فاكرني مش عارفه؟ بشاير اقول لك بقى، بلاش نفتح، خلينا ندخل نتحسن. بشاير بشاير، هتقومي نقعد مع بعض شويه، نرغي شويه. هي طالبه معايا رغي دلوقتي. طب بقول لك ايه؟ طب ما تاخد ربع كده عشان القعده تحلى وبقى وتطيرني. ربع ربع. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. لا لا، ده احنا اتحسننا كتير قوي. الحمد لله، شكرا على الورد. عجبك؟ ده عباد الشمس اللي بحبه. احلى حاجه في الدنيا ان الواحد يصحى من النوم كده على الصبح يلاقي الورد اللي بيحبه. بس حضرتك عرفت منين ان انا بحب عباد الشمس؟ بصراحه انا ما عرفتش. مش فاهم. انا اتغششت. منين؟ غمض عينيك وهتعرف حالا. ادخل. فتح عينيك. مريم. ازيك يا شادي؟ ازيك يا مريم؟ ايه اللي مصحيك يا شوق؟ مش جاي لي نوم. ايه اللي شاغل بالك؟ انت. انا؟ طب والله عاد بشرة خير. صعبان عليا، مستخسرك في اللي انت فيه. عايز تقول ايه يا شوق؟ بصراحة كده ما بقتش طايقة البيت ده ولا أي حد فيه. طب يا حبيبتي، ما احنا كده كده هنسيب البيت ده ونروح بيتنا. بيتنا؟ شلها يا بيتنا. قول بيت خميس، بيت الغندوره الجديده، واحنا خدامين المعلم. يا شو، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ولا حاجه، كمل نومك. استني هنا، كمل نومي ده ايه؟ يعني انت تحذفي الطوبه وتقولي لي كمل نومك؟ في ايه؟ والنبي يا ابو سنه تسيبني في اللي انا فيه. ايه يا حبيبتي، ده الموضوع بقى عليه كبير بقى. مالك، في ايه؟ الله لا يسيئك، تبعد عني. ما انا لازم افهم. في حاجات ساعات الواحد لازم يسكت عنها، اسلم للكل. يا شو، ما تتكلمي في ايه؟ يعني لو اتكلمت هتصدقني؟ حبيبتي، وانا من امتى بكذبك؟ انت بتلف وتدوري حوالين ايه؟ ما تقولي. اتفضل. ايه ده؟ عربون محبة من ابن اختك لاجل ما يوصل الود بينا ويدوس على شرفك بالجزمة. خميس، فاكر لما دخلت علينا وهو اتربك وقعد يهفلط بكلام مش مفهوم؟ كان جايب لي العقد ده وعايز يلف حوالين رقبتي. وسكتي ليه يا شوق؟ ما قلتش ليه الكلام ده في ساعتها؟ ما رضيتش اولع في البيت حريقة، قلت يا بنت اسكتي، اكيد الموضوع هيعدي. لكن هو ما بيبطلش، كل ساعه بيحاول، كل الليله بيرمي بياضه، ولما زودها ما بقتش قادره خلاص استحمل. زودها يعني ايه؟ قرب منك؟ اخص عليك يا ابو سنة، ده انا شوق. خميس،